استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير يوم أمس أخاه فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية لمملكة البحرين. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، توجه موكب جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخير، حيث جرت لفخامة الرئيس السوداني مراسم استقبال رسمية. Thank you.
شرف جلسة تفتيش سيء. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس عمر البشير حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما. ثم صافح فخامة الرئيس السوداني كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته. ثم عقد جلالة الملك المفدى أيده الله وفخامة الرئيس السوداني مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية. ثم عقد عاهل البلاد المفدى جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة حضرها وفدا البلدين. وفي بداية الجلسة رحب جلالته بفخامة الرئيس والوفد المرافق في بلدهم الثاني البحرين التي تكن لفخامته كل تقدير واحترام. وقال جلالة الملك المفدى: إن البحرين كلها ترحب بكم وتشكركم على زيارتكم وعلى دعمكم المستمر لأشقائكم ولبلدكم البحرين، وهذا يدفعنا إلى أن نطمح إلى تعاون أكبر، حيث أن الخصال الحميدة التي وجدناها من أشقائنا السودانيين الذين خدموا في البحرين خصال طيبة ومتميزة، وما تركوه من سمعة طيبة، فكانوا دائما مثلا للانضباط والحرص على سمعة أشقائهم وبلدهم وفخامتكم، ونشكركم على ذلك. والإخوة السودانيون أتوا بخبرات كثيرة للبحرين منذ القدم، فأتوا بالتعليم والقضاء والطب والأمن وبمختلف التخصصات في مختلف المجالات، معربا جلالته عن شكره لفخامته على هذه الزيارة وعن اعتزازه الدائم بما يربط مملكة البحرين بالسودان الشقيق، وإن أهلها الذين عرفناهم دائما أنهم أهل خير ومحبة وطيبة وكرم. وأشاد جلالته بالتعاون والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وأكد جلالة الملك المفدى أهمية تطوير هذه العلاقات لفتح أبواب أوسع من التعاون الوثيق بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية عقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين للتباحث حول استكمال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتعزيز تنمية العلاقات البحرينية السودانية لما فيه خير وتقدم البلدين. وقد وجه جلالته البدء في اتخاذ الإجراءات لفتح سفارة مملكة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم، كما جدد جلالته خالص شكره لمواقف السودان النبيلة والمشرفة تجاه البحرين وشعبها الذي يقدر أشد تقدير الكفاءة السودانية الأصيلة. وعبر جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بالمساهمات الكبيرة لأشقائنا السودانيين في دعم مجالات التنمية والتطوير في مملكة البحرين،
مضيفا جلالته أن البحرين وأهلها يكنون كل المحبة والتقدير للأشقاء السودانيين، وسنسعى جاهدين للمزيد من التقارب لاستمرار علاقات البلدين المتميزة وتعاونهما المثمر. كما رحب جلالته حفظه الله بما يشهده التعاون الأخوي بين السودان ودول مجلس التعاون لما فيه خير للجميع، معربا جلالته عن شكره على مشاركة السودان في حفظ وحماية المصالح العربية ودعم قضايانا المصيرية. من جانبه أعرب فخامة الرئيس السوداني عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى حرص جلالته على تطوير علاقات التعاون، معربا عن تطلع السودان وحرصها على تعزيز وتوثيق مجالات التعاون مع البحرين بما يعزز علاقاتهما المتينة على كافة المستويات، ومؤكدا فخامته أن السودان قيادة وشعبا تكن كل التقدير والاعتزاز للبحرين ومواقفها العربية الأصيلة بقيادة جلالة الملك المفدى. كما تم بحث مجمل الأحداث والتطورات المستجدة على الساحات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا موضع اهتمام البلدين. وقد أقام جلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس السوداني والوفد المرافق، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأمن.